فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان لرجل أمة فهل يجوز له أن يشترك هو وأبوه في وطئها قياسا على قول على حديث أنت ومالك لأبيك؟ نسأل الله العافية. لا، ما يجوز، ما يجوز هذا الوطن، ما يجوز أن يشترك فيه اثنان أبدا. إذا وطئها واحد حرمت على الآخر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.